فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. ما يدل على فضل العرب فعل عمر رضي الله عنه أنه بدأ بهم على جنس العجم، وأيضا العرب يتفاضلون، فمن كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وهذا من باب تنزيل الناس منازلهم. نعم. قال: هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. فمضى الأمر على السنة التي مشى عليها عمر رضي الله عنه في تقديم العرب وتقديم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرهم إنزالا للناس منازلهم. مضى على هذا في عهد الخلفاء الراشدين وفي دولة بني أمية ودولة بني العباس إلى أن سقطت الدولة العباسية، وحينئذ خرج الأمر عن سيطرة أو سلطة العرب في الغالب، فلذلك اختلف الأمر